في الجبال الإماراتية تقاليد شعبية تمتاز بالخصوصية، يندر توثيقها في كثير من الأحيان، والبعض ممن هم ليسوا من أهل هذه المناطق يعتبر نفسه محظوظاً إن شهدها في مناسبة. الندبة الشحية والزرفة الإماراتية ومظاهر تقليدية تاريخية عدة نستعرضها في التقرير التالي. أقبلوا من بعيد توسطهم العريس، وهذه القصائد المغناة تدعى رصفة، فيما ينتظرهم بالجهة المقابلة أهل العروس الذين يردون بالرزفة والسيف على حد سواء. ومن ثم تصدح حنجرة النديب بأشهر تقليد يميز الشحوح وأهالي الجبال عن سائر قبائل الخليج، الندبة الشحية. هذا الفن عبارة عن إشهار للشجاعة وإشهار للكرم، عبارة في بعض الرموز إلها لما يكون المضيف عزم الضيف ويوه المتضيفين عنده، يكون من هذا المضيفين نديب يندب، يسمعون اللي في المنطقة هذه الندبة، معناته أن اليوم فلان سوى كرامة وهذه يشكرون على هذه الكرامة ويشكرون على كرامته. المعرس لما قدم هو وهله من جهة واستقبلوه أهل العرس، هذه عادة قديمة ولا زالت موجودة عندنا، يتقدمهم السيف ويكون المعرس وهله في جانب، وكذلك أهل العروس أو حتى ضيوف أهل المنطقة يستقبلون المعرس، أو حتى مش المعرس، أي قبيلة داخلة تدخل بهاي الطريقة، تدخل برزفة وسيف، ونحن هنا نستقبلهم كذلك برزفة وسيف. هذه المظاهر التقليدية ليست وليدة الأمس، نتحدث هنا عن تقاليد تعود لمئات السنين، كانت إشهاراً للقوة والانتصار في معارك الجبال، فاستحالت تقليداً أصيلاً للاحتفاء بكرم قبائل الجبال الإماراتية وسائر الأفراح والمناسبات. في دولة الإمارات من فك أهالي الجبال يتمسكون بتقاليدهم التي عمرت لمئات السنين ولا تزال حاضرة حتى هذا الحين، ومنها الندبة التي بدأوها مناداة للحرب وينادون بعضهم البعض فيها الآن احتفاء بالأفراح والمناسبات الوطنية. رؤيا ربيع بحسان، رأس الخيمة.